انت ما فيش سيره في الفندق غير عليك. كل الجست النت راح النت جه. مش ممكن يا صاحش كده يا اخي. تعبان عندك امراض نتانه، تعالى لي العياده شوف. يا عم مش تعبان انا. يا فاتح عياده ليه؟ ما انا الناس اللي زيك والمدام. يعني انا معفن وانت عادي؟ في ايه يا اخي؟ طب هقول لك على حاجه. عايز ايه؟ وتشغل مخك شويه يمكن تفهم. ماشي. انت لما بتيجي هنا بتشم ريحه وحشه صح؟ ايوه. الريحه دي اللي انت شميتها مش بتشمها في اي مكان بتروحه؟ ايوه. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان انت داير تلف في الفندق كله. يا رب يا رب ارحمني من اليوم ده. نفهم من كده ايه يعني؟ مش تعبان انا. عيان تعالالي. مش تعبان. خمس دقايق الجاكوزي والله هننضف. ده انت عجيب قوي. ولا حد يكلمك. يا اخي اسكت بقى. مش هتنزل الجاكوزي؟ مش هنزل الجاكوزي خالص. خالص. طيب يبقى طيب ناخد دي هنزنف دي في العضل ونخلص الليله دي كلها. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ انا بس هفهمك، احنا هنزنف دي في العضل. دي حقنه نظافه يا مدام. انت مرتبطه؟ انت مجنون. في ايه؟ انت مجنون. انا مش بتكلم معاها. ده دي مراتي. انت عمرك ما رحت الارجنتين قبل كده؟ ايه العلاقه يعني؟ الارجنتين لما راجل يتكلم مع واحده متجوزه يصبر هو لحد ما يخلص وبعدين هو يصبر. تتكلمش وانا بتكلم معاها، ممكن؟ ده الارجنتينيين بيعملوا كده. هنزنف دي في العضل ونمشي. يا جدع انت بتقول ايه؟ صدقني بس دي ايه الحقنه دي؟ عباره دي حقنه اسمها حقنه نظافه. عباره عن ايه مكوناتها؟ دي بتبقى نصها كلور والنص التاني جاكوزي. دي بتتاخد في خمس دقائق بالظبط. بتتاخد في خمس دقائق؟ خمس دقائق بنحطها نزنفها. مش هاخد حقن انا. هنزنف دي في مش هاخد حاجه ولا عايز حد من المسؤولين يجيلي. انا مش عشان مش هينفع. انا عمري ما شفت انسان. اهو مستر حسان جه. يعني مستر تعالى اقعد معانا. خش رابع جنب اخوك. خش. خلاص يا اسطى اربعه ورا. اطلع. يا جميله. اقفل الشباك جايب تلج. حرام عليكوا. صدقني لو زنفنا دي هتستريح. ما تبقاش عينة دي. انا اسف جدا. اسف جدا. صراحة ده ما بيحصلش عندنا في الاوتيل وده أول مرة يحصل وآخر مرة. اتفضل بعد إذنك. في اتفضل بعد إذنك. مش عارف أنا والله عمري ما شفت إنسان بيكره المية كده. مش معقول أنا مش مشيتك؟ جابها له في حقن والله. وأنا أنا عملت حاجة؟ أنا مش مشيتك؟ ما أنا عينت نفسي عندكم طبيب الفندق. أنت طبيب الفندق؟ أيوه. حضرتك درست طب؟ أيوه. درست قد إيه؟ طب سنتين. إيه طب سنتين ده؟ طب أطفال. طب حضرتك يعني جايب له دلوقتي البتاعة دي عشان تديها له؟ دي هنزنفها في العضل مش هناخد وقت. حضرتك احنا مش عايزين طبيب عندنا في الفندق حضرتك. لا ما هو مفيش طبيب هنا، لازم يبقى فيه طبيب. لا مش لازم يبقى فيه طبيب. لا ما انا عينت نفسي هنا خلاص. ما انا راشق. يعني ايه عينت نفسك؟ هو بتعين نفسك غصب عننا يعني؟ شاب مجتهد في البلد، الله يقعد في البيت. ما ينفعش حضرتك، ما ينفعش ان احنا نضايق الزباين كل شويه. بص العريس متضايق ازاي يا عيني. يا جماعه حرام عليكم، ايه حبكم في المكان؟ تعالوا اقعدوا هنا طيب جنب الزهريه. خلاص واقفين ليه؟ ما تتفضلوا. حضرتك انا بتصرف وهمشيه وكله هيبقى تمام. يا مستر حسن والنبي خلوا لنا يدخل. ادخل. اتفضل. ماشي ماشي. اخرج. شكرا. اتفضل. قشطه. قشطه ايه؟ والله ما ساكت. والله انتوا اللي هتزعلوا. هتعمل ايه يعني؟ والله العظيم انا مهم جدا للبشريه. ايوه هتعمل ايه؟ البشريه كلها واقفه عليا. البشريه كلها واقفه عليك؟ ومش هسكت ابدا. وهزنفها يعني هزنفها. تعال اتفضل شوف هنزنفها ازاي دي. اتفضل يلا بره. خلاص انا اسف جدا. خليك كده انت يا نتن. انا اسف جدا، ده مش هيتكرر تاني. حضرتك من دلوقتي عريس وعروسه واتبسطوا. ها يلا. ينفع كده يا جميله؟ طب يا منتظر ما انا بقالي ساعه بقول لك نلم حاجتنا ونمشي. بس انا هتصرف، انا هعمل تليفوناتي الخاصه عشان انت ما تعرفيش بقى انا ممكن اعمل ايه. ورينا. ايوه. ايه ده؟ انت بتحس بيا؟ احساسك مرهف. مفيش غيري وغيرك هنا فبنحس ببعض. طب مين قالك اللي بكلمك انت هكلم حد تاني؟ اصل انا رامي ودن هنا على الباب. انت بتتجسس عليا؟ يا عم تعمل حاجه في ليلتك التين دي بقى.
انت مركز في كل الناس وسايب اهم حاجه. حرام عليك، امك لما هتيجي في البطه هتسالك انت. يا عم ما تخليناش بقى نشتم في اليوم ده. اسمع مني، بط ايه وز ايه يا عم؟ امك هتيجي والله بكره الساعه 5 الفجر والوقت بيضيع. امك هتيجي كمان ساعتين. طب اسالك سؤال عشان انا هتجنن. اتفضل يا فندم. انا ريحتي وحشه؟ ايه ده؟ لا ريحتك شمني كده. ايه الجمال ده؟ ريحتك حلوه. ريحتي حلوه؟ اه. خش استحمى انت. يلا يلا خش. كل ما بيخش بيشم ريحه زفت. اصل مش ممكن يكون كده في حاجه. هو مين ده ولا في ايه؟ في ناس عجيبه بتخش كل هنا. يا عم مفيش حد بيجي لك يا عم، انت بيتهيأ لك. ومستر حسان دخل معاه ازاي؟ بيتهيأ لك. مفيش الكلام ده خالص، انت سايب اهم حاجه في الليله ومركز في ناس تافهه. ايوه صح، المفروض اركز في اللي انا جاي اركز فيه النهارده. يلا ركز فيها بقى. طب انت هتقف ولا هركز؟ انا هتفرج من بره. نعم امشي اخرج بره يا اخي. هتفرج من بره. ده انت عجيب. يلا مع السلامه. سلام. مع السلامه. يلا يلا يا رزل. اسف. يلا عن ده انتوا تلمة. بقول لك ايه بقى، يلا نمشي. يلا نمشي بقى. يلا نمشي من هنا حالا. ايه ده الباب بيخبط تاني؟ انت لحقت؟ انت لحقت يا اخي؟ ده مفيش حد. ايه ده؟ ده الصوت جاي من الحمام. انا رحت. اه يا تعالي هنا يا سفله. في ايه يا؟ مين في الحمام؟ اقسم بالله ما في حد. خليني اكلم الناس. في حد في الحمام؟ والمصحف طبيعي. بتجيب رجاله من ورا ظهري. مفيش حد وحياتك. اصبري شويه. هتشوف انا مين اللي في الحمام انا. يلا يا كلبه. اتفضل يا اسطى. خبوني بسرعه، خبوني بسرعه، خبوني بسرعه. انا الملك منقرع. منقرع؟ حرام عليكم. ايه حرام عليكم؟ ايه انتوا بتطلعوا لي منين انتوا؟ هم طلعوا لك. طلعوا لي يا هتلر، هيفاء وهبي لو تسمع عنها يعني. ماشي. وناس كتيره كل شويه تظهر لي هنا. دول ضحكوا عليك، دول كهنه المعبد الاشرار الوحشين. دبوس راع. أيوة. وخابوه حطب وسقروا بيها 8%. يا سلام. انت فرعوني بجد؟ ايوه. انت لمين قلت لي؟ انا الملك منقرع. سؤال بقى يجنني، ليه سموك منقرع؟ انا اقول لك، انا مره قاعد في الهرم. ايه ده انت قاعد في الهرم؟ ايوه. فين في الهرم؟ في الطلبيه. ده انت جوه بقى. ايوه طلبيه جوه في الهرم. من جوه انت؟ ايوه. ده انا من مصر القديمه. ايه ده؟ من عندنا؟ من عندكم انتوا مصر القديمه قوي. انا مصر القديمه بس يا عادي يعني. كمل لي قصه منقرع. وانا قاعد في الهرم. ايوه. راح جاي حد مخبط عليا، فانا قلت من قرع، فعشان كده سموني من قرع. الله اكبر. يا سلام عليك. بسيطه قوي. ده انتوا الفراعنه يعني فيكم. صح صح، انتوا فراعنه كده. والله والله مش عارف اقول لك ايه. نعم. ايه ده؟ ما انت مراتك حلوه قوي. انت بتعاكس مراتي قدامي يا فرعون يا كلب. اعاكسها لو سمحت. عاكسها بس ما تلمسهاش، جت عليك. اعاكسها يا اخويا. وروني بقى الفراعنه بيعاكسوا ازاي يا حبيبي. ما تيجي في دار الكتب ونجيبها من حطب. انت تعرف هتلر؟ لا لا لا. يعني هتلر ما تعرف؟ اخرج من هنا بره. خدش. اوعى اوعى يا اخي. طب اقول لك مشكلتك. ايه؟ انتوا محسودين وانا ما بحبش الحسد. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الحسد ملك الغابه. يا لهوي، اضرب نفسي بالبلغه. اعكسها؟ هتعكسها تاني؟ اه عكسها. امون انا وعيد السنه. يا عم والنبي ابوس ايديكوا بقى. في يا عم انت ما تحترم نفسك. على فكره انت تنكة قوي. انا مش تنكة. مش تنكة. مش تنكة في نادي ايه؟ بتقول ايه؟ مش مضايقك؟ والله هو رخم قوي بس انا مستحمله وصابره. برافو عليكي، الصبر مفتاح الفرح. على فكره يا استاذ انا كويسه جدا، انا كنت ناويه اتحجب وشويه شويه هلبس الخمار. برافو عليكي، ده مفتاح الجنه. بس بصراحه بقى زهقت يعني. احنا السنه اللي فاتت رحنا نصيف، نزلت البحر لبست شورت، السنه دي هنزل ببايو. ده مفتاح شقه الهرم. عيب كده. انت بتقول ايه؟ انا اسف. معلش. ده انت فرعوني قليل الادب. انا اسف. ما يصحش كده، دي المدام بتاع. حاضر. حاجه مين اهو؟ اسف جدا، اسف جدا. مفتاح شقه الهرم. ايوه. اسف جدا. براحتك، تفضل، مفيش حد هيضايقك تاني. ليلة ليلتك، عريس بسط. ها؟ ده ايه اليوم ده؟ يا منتصر ابوس رجلك والنبي نمشي بقى. نمشي نمشي. السلام عليكم ورحمة الله. اوه انت عايز مني ايه يا اخي؟ حرام عليك. انا ما ورايش غيرك انت في البلد.
خلاص البلد كلها ما فيهاش غيرك يعني انت؟ ده البلد كلها ما فيهاش غيرك انت. لا حضرتك، انا محمد السلاب رئيس مراحيض عم. يا دي الاسماء اللي بتخشلني بيها كل شويه، انت عارفك انا في واحد صاحبي طبيب عزيز عليا وصاني ان انا ازنفلك دي في العرض. يا لهوي، يلا. لا يا عم، هعملها من بعيد. لا من بعيد ولا من قريب. يا اخي في ايه يا اخي؟ حرام عليك والله، هننزل ننضف. حرام عليك بقى والله. خلاص طب ما تزعلش، والله والله ما تزعل. خلاص يا ايه والله، ايه خلاص شيل الحوله دي من قدامي. ما تعيطش بقى. يوه انت الوحيد اللي بستريح له. خلاص خلاص والله العظيم ما اضايقك، والله ما اضايقك تاني. كلهم دخلوا عليا وانا لسه ما دخلتش. معلش. حرام عليكم بقى والله، حقك عليا. خلاص بقى ما تزعلش بقى، خلاص والله ما اعمل لك حاجه. خلاص والله، هي خمس دقايق هننزل الجاكوزي ننضف. يا عم حرام عليك، مش نازل الجاكوزي، انت هتجننوني. عمري ما شفت حد يسمع سيره المايه يتجنن كده. انا عايز حد من المسؤولين يجي لي. انا مش فاهم في ايه، وانتوا قاعدين كلكم على الباب بره. اسف جدا، اسف جدا. انت بتكذب عليا وما بيجوا تاني. انت جيت تاني؟ لا خالص مش انا. ما جاش اهو، امال ايه؟